السلام عليكم اخوات، فيديو جديد على قناتكم تكنيك اس نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم الاخوه الاخوات غادي نمشي لطرغونا من ليريدا وغادي نتقاسم معكم الطريق بطبيعه الحال وغنوريكم ستاسيون ديال التران ديال ليريدا والطريق بطبيعه الحال. خليكم معايا ما تشوف فين كما كتشوفوا. هذه اللي ورايا ستاسيون ديال ليريدا بيرينوس، اسم ديالها ليريدا بيرينوس، موجوده في مدينه ليريدا هنا في كاتالونيا. هي كاينة مورايا، غادي نمشيو منها لمدينة طراغونا الموجودة على الساحل ديال الكوستا دورادا. خليكم معايا ما تشوفوا. هنا بقى غادي ندخلو من هنا البعد. هنا الاخوه الاخوات في الدخله كاين على اليمين ديالي فين كيقطعوا الابي التران السريع التي جي في والتران السريع، والجهه الاخرى على اليسار كيقطعوا الترانات اللي هنايا قراب. هذا اللي ديال طرابونا برشلونه، الترانات تقال شويه. هذه هي ستاسيون كما كتشوفوا. حنا غنمشيو للسكه رقم 5. هنا الاخوة الاخوات في الدخلة هذه كاين الناس تشربوا القهوة هنا، بغي تقدا شي حاجة كاين الطوموبيلات هنايا وفي سلاس ديال كاين الناس الطوموبيلات. هنا فاتحين الباسيو اتجهنا مباشرة للجوار ديال من نقدروا ندخلوا للصحراء كاين على اليسار ديالنا من بعد القهوة. كما كتشوفوا الاخوه الاخوات حنا دابا في الصنطة هانتوما. هنا غادي نهبطو هنا باش نمشيو نقلبو على الارقام ديال السكات. يعني حنا خصنا نمشيو السكة 5، التران ديالنا واقف تمايا. كما تشوفوا هذه ستاسيون ديال ليريدا شويه كبيره، واخا المدينه ماشي زعما ماشي مدينه كبيره بزاف، ولكن المهم ستاسيون في المستوى مزيانه صراحه، وكتدير بزاف ديال البلايص، يعني ستاسيون استراتيجيه شويه. من هنا تمشي لبارسيلونا، خيرونا، تمشي لفرنسا، مدريد، سيفيا، مالاغا، كاع البلايص، كاع كيمشيو بعيد كيوقفوا هنايا ضروري، لأن هاد المنطقة هاد البلاصة جات هي يعني الوصل بين بارسيلونا ومدريد. يعني من هنا كتمشي لساراغوسا، من ساراغوسا
جوادالاخارا ومن ثم المدريد. شوفوا الاخوه الاخوات، دي السكه رقم 5 هنايا، غادي نطلعوا باش نمشيو. السكه 5 تران واقف هنايا. المهم هو التران هذا ماشي امام، يعني ما كيعطوش واحد الاهميه، لانه بحال شكل بحال شكل تران صغير وسميتر وصافي. تران ما ريجيونال كما كنسميوه هنا، ما تيديش يعني كيضرب 200 كيلومتر صافي. هذاك هو شهدو 200 250 يا وسي، ما تمشيش بعيد. احنا هنا شوفوا التران هنايا كما شفتوا الاخوه الاخوات، حنا دابا غنتواجدوا في التران. هادي هي ستاسيون هنا، وهذا هو التران كما كتشوف. هذا هو التران اللي غادي لطرابلس، تمشي حتى لبرشلونة. كما شفتوا الاخوه الاخوات، هو التران تحرك بنا في اتجاه مدينة طرابلس. دابا حنا يلا خرجنا من ديك ليريدا. كما شفتوا الاخوان، باقي غادي هادي الطريق اتجاه ليريدا، عفوا طرابلس. الطريق هي طريق فلاحية بامتياز، فيها الفلاحة، لأن مكندخلوش البحر حتى كنوصلو لطرابلس. كندوزو على بزاف ديال المدن، منها جونيدا، بين عيشا، بويبلوات، مدن صغار زعما. كندوزو مونبلان، موراها يعني لا سيلفا ديال الكامب، حتى كنوصلو للريوش، فيلا سيكا، حتى كنوصلو لطرابلس. الطريق يعني كما قلت لكم هي طريق فلاحية، و كترتبط بزاف بالفلاحة و بعض الشركات. كاين الصناعة، ولكن المهم يعني أغلبية الفلاحة. الصناعة عندها ارتباط هنا بالفلاحة والفواكه، كاين الشركات اللي كيدو العصير، الشركات ديال الناس اللي كيقادو يعني الفروتة باش تكون في هيئة مزيانة. المهم كاين بزاف الشركات من هذا النوع. هنا هادي هي الطريق اللي كتشوفو، وغادي نتقاسم معاكم حتى البيبلوات في الطريق ملي نوصل شي مدينة صغيرة راه غنوريها لكم. حنا مازال غاديين دابا كما شفتو هنايا، يعني ها هو المدينة، يعني صغيرة بزاف ماشي شي مدينة كبيرة. سميتها خونيضة أو جونيضة بالكاتالان، مدينة صغيرة هنايا في كاتالونيا. هنا دابا الاخوان قرب ندخلوا لاس بورخاس بلانكاس او لاس بورجيس بلانكاس، هنا من بعد جونيدا. المهم هاد البوبلوات راه صغار، ما فيهمش الاخوان لا ديور لا والو، راه غير كنوريكم البلاصه وصافي. يعني راه ما فيهمش الدور بزاف، حتي غير فيلاجات صغار بزاف، ما يعني ما ماشي درتي تسمع مدينه صحاب المدينه، راه المدن صغار هادو. ترن فيهم ناس، فيهم 200 واحد 400 واحد كاع. كما شفتوا الاخوان الاخوات هنايا، في مدينة صغيرة ديال بنيشة، مدينة سميتها بنيشة. مدينة هنايا جات في بعيد على ليريدا تقريبا بشي 40 كيلومتر تقريبا، شي 35 دقيقة بالطوموبيل تقريبا. حنا وقفنا في المحطة ديالها، ستاسيون ديال التران ديال هاد البلاصة هنايا كما كتشوفو. هاد الاخوان واحد المدينة اخرى عاوتاني صغيرة هنا كما كتشوفو، حتى
هي قريبة لبين عيشة كما قلت لهم دوام دوم صغار. المهم نتمنى انكم تكونوا كتستمتعوا معايا في هذا الفيديو. هذا هي المحطة ديالهم، شي صغير محطة صغار لا يوصلنا ليها ونقفوا دابا. هذه اللي هات شنو ديالنا صغيرة يا مرحبا فيلاج الناس كبار كبار ويحتاجون في المدينة الكبيرة، والناس اللي يخدمون هنا في الفلاحة مثلا اللي يقرا في الكامبوس اللي يقرا في الفلاحة. هذه هي المحطة ديال التران ديالهم، خويا بلوغا شوفو، كما تشوفوا الأخوة والأخوات هنا كاين موزينات الشركات المغربية للصناعة، كانوا في واحد البلاصة أخرى مون بلانك، نوصلنا لمون بلانك، هاد مون بلانك شوية مدينة شي صغار، المهم ما بيها في التوسط.
فيها مصانع كثيرة وذات في الجبل. من هاد المنبلا كاين الطريق حتى ديريكت لأندورا، أندورا من هنا كتمشي المنبلا، كتلقى بلاصة معروفة هنا الوزينة الصناعية كتاري فيها هنا المنبلا، حتى الكمية واجد تدخل هنا بزاف، دير ليهم الدخلة ديالهم من هنايا من المنبلا تقدر تدخل لطوبيس لطوبيس. هنا كيما تكون كيدخلو الصناعة، هنا كاين الصناعة كيبلو يعني تاع الناس كيجيو كيبغيو يقلبو على مون بلاك باش يسكنو فيه، هنا تيجيو لهم الصناعة وزينة. كاين بزاف ديال الفابريكاس ديال الروسيكلاج ديال بزاف ديال المسائل. هذه هي المحطة ديالهم ديال مدينة مونبلا. المهم الإشارة اللي ديما غير تكون فيها البرد، اللي بغا يجي فوقات البرد خصو يعرف أنها كتكون شتت بعض المرات في هاد المنبلا. هي فعلا جات قريبة شوية للبحر، طارقونا والريوس شوية قريبة، صالة وصلت من الروسية لقاش البحر ولكن المهم حتى الروس راه قريبة. هنا مون بلانك كاين البرد بزاف مع الجبال. كما تشوف الأخوة والأخوات في النظام عاد تعرفنا من المنطقة فيها والله المحطة ديالها خارج منها. تشوفوا المنطقة من كبيرة شوية عمودية في المتوسطة هي صغيرة في البلوغ ولكن كبيرة مقارنة بالبلوغ اللي من قبل البلوغ شوية كبيرة. المهم درنا دابا شي بلا ما تتحدي غرض بيه، فهلا بغيتي تتعلم ما كانش غرض ضروري صراحة ما ننصحكش بيه لأنه ثقيل و تنفوق بزاف البلايص تبع
ماذا تقيل يعني يقدر في أي بلاصة في أي محطة يوقف الطوارئ مدة ولا يعني ما ماشي تعوي عليه باش تكون عند الطيارة مثلا زينو تاخذ الوقت قدامك بزاف باش الناس تعرف وتاخذ حتى المعلومات هما تشهدوا معايا وباش الوقت نعطيكم هذه المعلومات باش الناس تعرف شي واحد مثلا عند الطيارة فرنسا مثلا مع الساعة العشية اللي مفرد غادي بها تقريبا ساعتين ونص عرفتي اللي دار مثلا في هو غير ولا ودي انا ماشي مشكل حتى الوحدة ونخرج يعني تكون تخرج مع الوحدة وتوصل حتى الخمسة وتلقى ماشية بالطيارة لأن حتى ما تقدر توصل في هذه البلاصة تبقى واحد المدة طويلة يعني ما موثوقش وغادي حتى في الطيارة هذا مزيان بعض المرات لازمين نعطي بحال هذه المعلومات باش الناس تعرف شنو كاين تعرف كيفاش دايرة القضية كما تشوفوا هذا سميتها لاريفا تا هو بويبلو هاد المدينة هادي هو هاد الفيلاج هادي سميتو الكوبير سميتو الكوبير هاهو هو هذا لي كتشوفو كاين جرادي وكدا المهم ماشي كبير بزاف هاد على قد الحال تاهو بحال دوك المدن لي قبل كما شفتو هادي هي المدينة ديال لاسيلفا ديال كام بويبلو سميتها لاسيلفا ديال كام لاسيلفا ديال كام كاين هنايا شركات وزينة ديال داكشي ديال الفواكه بزاف المسائل يعني شركات متنوعة كاينة هنا كاين بزاف ديال الوزينات بالنسبة للناس لي كيبغيو يجيو يخدمو هذه هي المحطة ديال التران ديالهم صغيرة تاعي 14:45 موقفش بزاف دابا غادي نتحركو Claudia.
انتم تعرفوا البيندريا ايه؟ تكاد تنكاد ومجرسوا سوبر ماركت. كما تشوفوا هذه هي المدينة ديال الريوس قريبة للطرقون هذا بعد آخر بها هذه مدينة كبيرة صغيرة فيها 100,000 ناس 120,000 ومدينة المغاربة بزاف عباش الناس هي المحطة كما كتشوفوا دخلنا عليها المهم هنا كاين واحد المطار خدام فكيمشي كندور على الهوتيل كاين هنا في الريوس في مدينة الريوس الناس اللي تبغى تسافر هنا يعرفوا أن كاين مطار في المدينة ويعني تيخدم الجهة ديال طرابلون كاملة ولكن المهم تيكتبو عليه الريوس ديال الريوس حاجة من الكونت ديال طرابلون ولكن جميع شركة الطيران كتبن عليه الريوس لأنه شركة كونت الريوس غير كل مطار طرابلون لأن طرابلون معروفة هنا هي أكبر مدينة هي يعني البروفينس هي الكابيتال ديال البروفينس Non funziona, non funziona. Non la sta funzionando, sta rotto. Sta rotto? Ah, sì, lo sì. Sei. Non funziona. No, no, sta rotto. Gracias.
المدينة هذه اسمها بيلا سيكا، بيقولوا هي بيلا سيكا، وده في محطة. بلا سيكا قريبة للريوش الزون كاملة تعرفوا انها يعني حد الزون فيها بزاف ديال الشركات سواء شركات ديال الصناعة ولا شركات ديال الشي ديال التطوير داكشي ديال الفلاحة بحال الفروتة وداكشي كيدو العصير قد كيديرو تيكيت الفروتة اللي مزيانة اللي يعني عندها كاليتي متوسطة وبزاف ديال يعني أنواع الشركات كاينين هنا في المنطقة كاملة لا في مون بلان لا في الريوس لا هنا في بيلا سيكا لا حتى في طرابونا كنت كامل يعني الكاتالونيا كله هنا فيه في الشركات حتى فابريكاس يعني كتعاش كتبقى نسبة السكان هنا عالية لأنه الناس اللي بدات تخدم وهنا كاينة الخدمة هذا
كيف مشروع هون؟ بني هنا عامرة في الشركات يقولوا الزينة بتاع زينة حفار كين اقتصاد شوفوا الاخوة والاخوات دابا دخلنا لطرابونة مدينة طرابونة هنا الدنيا كاملة كنمشيو شركة اقتصاد باش تعرفوا الفرق بين الاقتصاد ديال بصح والاقتصاد ديال العام هنا راه كيقولو الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي والصناعة راه ماشي مشوشو وهضرو هكاك يعني راكم شفتو في الطريق الدنيا كاملة شركات شركات متنوعة ماشي زعما الإخوان دابا غادي ندخلو لمدينة طرابونة مدينة ساحلية موجودة في إقليم كاتالونيا هي واحد مدينة من المدن الأربعة الكبار ديال طرابونة اللي هما طرابونة وبرشلونة وخيرونة وليريدا هادو هما المدن الكبار ديال كاتالونيا دابا غندخلو لستاسيون نهبطو ونركبو شوية ستاسيون باش نختمو الفيديو ان شاء الله وصلنا صافي غادي نهبطو دابا هادي هي ستاسيون نمشو والاخوات كان هذا هو الفيديو ديالنا نتمنى لكم عجبكم صورت لكم الطريق انا ما عرفتش الطريق نشوف معنا كل باغي المعلومات نشوف بعض المعلومات انه كاين هنا شي نعرف بزاف الناس يعني باغي نجي هنا باش يقدروا على خدمات الا باغي يجي باش يستقر هنا فدرت هذا الفيديو لهاد الناس وحتى الناس اللي كيبغيو يستمتعوا بالاسفار ويستمتعوا بالاجواء والطريق هذا مكان نتمنى لكم الفيديو غادي نحاول نصور لكم من بعد شي فيديو اخر هنا في مدينة طرابونة بخصوص هاد المحطة راه جات على البحر هنا قريبة للبحر بزاف قريبة لاكوت هنايا معروفة هنا بالكوستا دورادا الناس اللي كيبغيو يعرفوا الاسماء ديال يعني هنايا الاماكن هادي الكوستا دورادا وخيرونا كاينة الكوستا برافا هادو هما اللي كاينين هنا في كاتالونيا باش الناس تعرفو هذا مكان الاخوة والاخوات تحياتي لكم كان معكم خوكم يوسف من قناتكم اجريك اس نيوز تلقاو فيديو اخر ان شاء الله ما تنساوش تدعمونا كما كنقول دائما تقدروا المجهود ديالنا وتدعمونا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.